par ces groupes. Si on suit la chronologie d'Al-Qaïda et qu'on confirme la mort de ces deux chefs, ils seront remplacés. Ça continuera. Aujourd'hui, le seul point critique, c'est cette période de transition, s'il y a période de transition, et de savoir qui et où a les otages. Si c'est bien Abu Zaïd et Mokhtar Al-Mokhtar qui ont été tués, les otages pourraient être transférés aux mains de second couteau? Il faut juste pas oublier qu'à côté de ces groupes djihadistes, il y a d'autres groupes dissidents qu'on a un peu oubliés, comme le Mujaho, qui sont sur Gao et qui tiennent entre leurs mains Rodriguez, et Al-Ghali dans Sardine, qui lui a complètement disparu de la carte géopolitique et qu'on ne sait pas. Oui, bon. هذا يتكلموا الإعلام يتكلم على مختار بالمختار مختار بالمختار سي سوا ديزون الجيش تاع التشاد قتلوا زعما يلون إليميني. المهم يعني الإعلام الآن الفرنسي والإعلام العالمي يتكلموا على مختار بالمختار، لكن أنا أريد أن أشرح شيء لإخواننا الجزائريين وإخواننا في تونس وإخواننا يعني في كل مكان، حتى يعني العرب كلهم والشرفاء في كل مكان، أن مختار بالمختار هذا هو عميل من عملاء المخابرات الخارجية سواء الأمريكية أو الفرنسية، ويعني كل منا يطرح سؤال على نفسه ويرى هذا يعني ما يجري. انظروا أن الغرب كلما أراد أن يدخل يعني بلاد، القاعدة هي تعمل شيء لكي يعني يبرر دخوله لهذه البلدان، واللعبة أصبحت يعني روتينية، ونحن لا يعني كما نقولها دائما لعبة معاليم. هنا لسنا يعني يجب أن نكون منطقيين، ويجب أن نحلل جيوستراتيجيا ونرى أن لهم مصالح بالنسبة خاصة في هذه الآونة الأخيرة، اشتد عزمهم لأن أزمة رهيبة اقتصادية، فيحاولون نهب ثرواتنا ونهب أوطاننا. لهذا أطلب من كل شبابنا ومن كل الشرفاء اليقظة والتحليل دائما المنطقي، ولا يعني يقبل أن ما يجري في الكواليس، أقولها لأخواني في الكواليس، يعني شيء رهيب جدا، شيء رهيب جدا ما يجري في الكواليس. هذه تبع الجهاديين، لماذا دائما نطرح أنفسنا، لماذا الجهاد ليس في فلسطين، لماذا الجهاد ليس في أماكن المحتلة أو في أماكن، لماذا يحلل الجهاد من طرف شيوخ الدولار في أوطاننا في ليبيا وفي العراق وفي سوريا كما ترون أكثر من 61 جنسية. لكن أنا أقولها ليس يعني أقول أن المغرر بهم أو أنهم يعني هذم ضحايا، يجب إخواني أن يعني نهدر الواقع، يجب أن نتكلم الواقع، الواقع المؤلم أننا أصبحنا سلعة يتقايضون بها كلهم. الغرب رهيب جدا، هم لوبيات لديهم مخابر 24 ساعة على 24 ساعة تشتغل، ونحن مشتتون. لهذا أطلب منكم إخواني، يجب أن نتحد كلنا، يجب أن نتحد كلنا. هذم كما يدعون أنهم الجهاديين أو الحركات الجهادية، صحيح فيهم 10% أنهم مرتزقة، هم رؤوس هذه الحركات الجهادية. وأستشهد كما جرى مع بن لادن، أين بن لادن؟ فدائما هي ظلمات، دائما ليس لدينا إجابات على ما يحصل، فهم يعني يستعملونهم وبعد إذن يقول لك رميناها في البحر. يعني حتى القطط، حتى الكلاب في الشوارع باتت يعني تعرف كل هذا. لكن نحن يعني كما نقولها أمة ضحكة من غبائها الأمم. إخواني استفيقوا وحللوا واحذروا هذه اللوبيات، هذه الغطرسة الغربية وهذه الغطرسة الإمبريالية التي حطمت أوطاننا. انظروا ماذا يحصل في مصر، مصر المسكينة. ويعني انتهزوا الفرصة لأقول لإخواننا في مصر أن ما ينتظرهم رهيب جدا في السنوات القادمة، وهم يستضعفونهم. انظروا يعني ماذا يحصل في إثيوبيا، لا تعلمون أن إثيوبيا قد يعني أقدمت على إنشاء سد، أكبر سد يعني سيكمل في 2020. وإسرائيل ماذا فعلت في إثيوبيا؟ بينما نحن ننهمك في قتل يعني إخواننا ونقتل بعضنا البعض، إسرائيل اشترت كل الأراضي التي تحيط بالسد.
كل السج إثيوبيا. نعم هذه تحققوا منها وسوف ترون إثيوبيا، لأنه نهر النيل لما يعملوا السد سوف ينقص يعني ماء النيل على مصر، وسوف تكون كارثة كبيرة في مصر. وهذا كما أقولها إخواني التحليل والبحث الذي عملته مع حركتنا تبع الشباب العربي في العالم الشرفاء، وبعض من المثقفين والمحللين والباحثين، وجدنا أن 90% من هذه الحركات الذين يدعون أنهم حركات جهادية هم إخوان لنا، ظلوا الطريق فقط لأنهم شباب مثلنا مثلهم، من منا لا يريد أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله وقرآننا الكريم، من كلنا نحلم بهذا، وهذا هو مبتغانا. لكن إخواني 90% يعني يستعملونهم مثل دمى، والرؤوس دائما هي مخترقة من طرف المخابرات، وهم مرتزقة يعني ناس تباع وتشترى في المزاد. صدقوني ما يحصل في الكواليس شيء رهيب جدا. وهذا مختار بن مختار معروف، كان من يسمى كما يقال حتى على قنواتهم مارلبورو، كانوا يسمى لأنه كان يهرب يعني السجائر بين ليبيا والجزائر على الحدود، وبعدها اشتراوه بعض المخابرات، اخترقوا وكثيرا من العمليات إنها هي المخابرات الأجنبية الغربية التي تريد تحطيمه، وحطمت أوطانا ليس تريد. ولو نكمل على هذا المنوال فالزوال ينتظرنا. لهذا إخواني أنصحكم أن نرجع على رشدنا ونضع أيدينا في أيدينا بعض، ويجب أن نحسس إخواننا يعني بالمنطق بكل شيء، أن الغرب وهذا الصهيونية إنهم لا يريدون بينا خيرا، ويريدون دائما تحطيمنا وحطمونا ونهبوا كل ثرواتنا بمساعدة مسؤولين وضعوهم مثل دمى يعني هم. يا لكن من يدفع، وأقولها دائما، من يدفع الفاتورة هو نحن من ندفع الفاتورة. لهذا إخواني احذروا يعني وكونوا واقدين جدا، وأدعو إخوانكم كما قلتها لكم أنه 90% نحن نعتبرهم ضحايا، لأنهم ليسوا لا يعلمون ماذا يفعلون. هم صفحة بيضاء، يأتي ناس مرتزقة يعني بالمال، بمال دويلات يعني دول ودول شقيقة وعربية مسلمة، لكن هم من يمولون كل هذا، وبات هذا معروف، حتى الغرب يقول، حتى الصحافة الغربية باتت تفضح كل هذا. لهذا إخواني يجب أن نضع أيدينا في أيدين بعض، ويجب أن نتحد حماية أنفسنا. نحن دائما نقولها، لا نريد شرا بأحد، لأننا نحن نتبع منهاجنا قرآننا وإسلامنا الحقيقي، اللي هو المسامحة والحب وإعانة الآخرين وعدم ضر الآخرين، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أول وثيقة مدنية لما دخل مكة، وقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لهذا إخواني اتقوا الله، ويجب أن نكون حذرين جدا، لأنهم يعني كما أقولها لكم شيء رهيب جدا ما يجري في الكواليس. فاحذروا وحسسوا كل منا يعني كل العالم بجانبكم. وتحيا الجزائر، وعاشت تونس الخضراء، وسوف ترجع كما كانت. وهرم المرضى الذين يستعملون الإرهاب والترغيب والجهل في تونس سوف يرمون إلى ساحة يعني إلى سلة المهملات. والله إن شاء الله يحمي سوريا من هذه الفتنة الطائفية التي حطمتها، وهم يعني هيهات لنا من الهزيمة. لكن يجب كما أقولها لكم إخواني اليد باليد، وإن شاء الله الله معنا وسوف ننتصر، لأننا نحن على حق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا وصايا هذه، كل هذه الوصايا. وتحيا إن شاء الله كل البلدان الشريفة وكل الشرفاء. السلام عليكم، أخوكم عارف مشاكرة دائما من الموقع. سلام.